أما الفول فأمره يعني عجيب وغريب. الفول يعني من الأطعمة النادرة التي لم تدخل سردابنا المقدس. لماذا؟ تعرفون وضع سردابنا المقدس هو في أسفل الأرض وليست هناك تهوية. فإذا جاءت فتوى مولانا صاحب العصر والزمان بتحريم الفول في داخل سردابنا. لماذا؟ لأن الموالين موجودين في سرداب المقدس لا يوجد تهوية، نحن من غير شيء نشعر بالغثيان من ريحة سردابنا المقدس. فكيف إذا أكلنا الفول المدمس؟ سوف تكون مصاعب وعجائب. وحاول الوهابية الأنجاس الأرجاس تدخيل الفول داخل سردابنا المقدس لإرغام الإمام على الخروج، لأنه نظرية الوهابية أنه إذا أكل الفول داخل سردابنا المقدس سوف تخرج غازات سامة تجبر الإمام على الخروج. ولكن هيهات هيهات، لن نرضخ للوهابية ولن نرضخ للأمريكان ولن نرضخ لجميع القوى المعادية ولن يدخل الفول سردابنا المقدس. وبها أختم، ولا يدخل فول مدمس لكي يدنس سردابنا المقدس. صل على محمد وعلى محمد. بعد ما بي مهج أكمل ونراكم على خير وسلامة.